طلب برقم الهواتف، لان احنا في ارباب الاسر ما عندناش ميثبت ان اللي يقدم المعامله هو رب الاسره حاطي رقم الوطني. ونتيجه مشاكل صارت السنين الاخرى السنين الماضيه 2017 2018 يجينا الناس بارقام وطنيه تحت نقول احنا قدموا علينا وما يعلموش. وفي للاسف هو بايع اصلا رقم الوطني بتاعه عاطي هو، ولكن يستفيد ماركين. يعني باع للراجل يجيك يقول انا راني ما عنديش علم وكذا، فيجي يشكي في المصرف. وصارت عندنا حالات يعني الحقيقه، فاحنا قلنا باش نكتبوا ان رب الاسره هو اللي قام بالعمليه هذه، احنا ما عندناش الا ان رقم هاتف يكون باسمه. كيف يكون باسمه؟ معناها مسجله هو بالرقم الوطني في البيانو مكان.